غال زكريا أديب يا حبيب خال يا حبيب خال، انت اللي بدأت، انت اللي بدأت يا خال، ده اللي تربيتك، ده اللي كنت صاحبك وابنك، انت اللي بدأت، انت اللي بدأت يا ديب. ساي يا شطرة، بدل ما تبقى الخارجة خارجتين، فيناش حس نصوت على اتنين في طلعة واحدة. يلا يا علي حبيبي يا خالي. الحمد لله الخريطة ما اتحرقتش، مش هيبقى موت وقرار ديار. الله يرحمك يا با، الله يرحمك يا حبيبي. رحمينا عشان يترحم. نسيتوا انه طلعنا بزفة حرامي غسيل حفيم من الحارة؟ لو كنتوا نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تتقرى. حبيبك خلاص بقى، خدنا منه اللي احنا عايزينه، سيبوا جتته للي خلقها. من امتى الحنيه يا ابن بتاعه المهلبيه؟ حبيبي يا حبيبي البقال لازم تشد حيلك، اكرام الميت دفن. جبت كفن ولا اجيب؟ خلي كلبي وصيل انا اغسله بايدي. مش حصل يا ام؟ حصل حصل. اتفضلوا الاوضه يا جماعه عشان اكفن ابويا لوحدي لو سمحتوا. ابوس اودعه، اودعه ابوس اخويا. وقت ما فتح محلات زياد عشان اغير الليفان. حب الغالي راح، الغالي راح. يا حبيبي يا اخويا، هات الخاتم ده، هو انت هتتعايق بيه في الاخره؟ يا حبيبي يا اخويا، يا ابني ضهري انقطم من بعدك يا كبير. يا اخويا يا اخويا يا حبيبي، ادعي له يا عم ربنا يرحمه رحمه واسعه زي ما كان موسع علينا. انا بقى انا هقوم امشي من هنا، ما اقدرش اشوفه وهو متمدد قدامي كده وانت بتقلبه فيه. يا حبيبي مع السلامة، يا حبيبي مع السلامة يا غالي. بقي في حياتك. المال الحلال ما يروحش ابدا. هفرم عليك يا حافي. الكبير الكبير يا حاره، اللي ما عرفوش كبير، اللي مسيطنا، اللي مسيطنا، واللي مسيطنا. يا صوتك ده نخي لسه ميت. يا اللي مسيطنا، يا اللي مسيطنا، يا اللي مسيطنا.
هات سيجارة من المفلة حمرة بنهدي. هات انت المفتاح يا خمي. ايه ده؟ انت بتخونني يا عزوز؟ اسم المعلم عزوز من هنا ورايح. وماله؟ وسيد المعلمين كمان. ما دام هتملى ايدي تبقى بنهدي وسيدي. هات سيجارة بقى. خلاص. بطلتها. ربنا يجعله مفتاح السعادة معلم. اخفى ياض وغير اليافطة دي. حالا. بقاء لله يا معلم عزوز. والله بحياتك يا سيدي. شد حيلك اخويا. سعيكم مشكور. ربنا يعينك. سلام عليكم. من زي الفل اهو وجديد. ربنا بس يكفينا شر عينك. الو. يا معلم خامد اسمع، لو هنكمل شغل مع بعض انا نلاقي لك رجالتك. لا رجالتك خنتريش، انت جايبهم بيوت سنتر ولا ايه؟ انا ايهم انا على مزاج مزاجي. اطمنك خريطه الدراع اتحرق بس الخريطه في امان. هنطفي المخال ونطلع جنوس الاجداد. أشوفك في العزاء بالليل. سلام. حافي. يا معلم. أنا عايزك تأمنني الحارة. محدش يدخل ولا يخرج غير بإذن مني أنا. هعمل لك المنطقة دي منطقة محظورة يا معلم. ممنوع الدخول والخروج. في إيه يا جدعان؟ ما أنا بقعد محروم يا معلم. ما تسيحش. أنا واقف. حاضر يا معلم. إلا بموافقة عم الشباب.